ده قرار هيتاخد خلاص، كلام واضح، عشان يبقى عمال يتنطط بقاله يومين ثلاثه كده. اي لاعب تاني، اي لاعب على مستوى الجمهوريه بصفه رئيس نادي في الانديه هينتمي لهذا التنظيم الارهابي المسلح هيتشطب من سجلات اتحاد الكوره، عشان بس الصوره تبقى واضحه قدام الفريق اللي عمال رايح جاي وعرفنا يبقى له ثلاث اربع ايام. حضرتك بتنتمي لهذا التنظيم، بتزورهم، بتروح افراحهم، بتطلع الفانيلا عشان تطلع مش عارف صوره مين على دي. لا، مش الزمالك ولا الاهلي، قول تاني اهو، هتتشطب من سجلات اتحاد الكوره.